اختتم المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم تدريبه عشية اليوم بملعب حرس الحدود الذي لا يبعد عن مكان إقامته كثيرا استعدادا لمواجهة المنتخب الجنوب إفريقي برسم مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس إفريقيا. وشهدت الحصة المذكورة حضور جميع لاعبي المنتخب المغربي المتواجدون في قائمة الأسود بما فيهم نور الدين أمرابط الذي تعرض للإصابة أمام الكوت ديفوار وخالد بوطيب الذي غاب عن المواجهة ذاتها حيث خاض تدريب انفرادية على أن يحسم الطاقم التقني والطبي للأسود مشاركة اللاعبين حسب جاهزيتهم. ومن جهة أخرى أكد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الأسود لديه من الإمكانيات للذهاب بعيدا في هذه المنافسة الإفريقية مؤكدا أن الجامعة تحاول توفير كل الإمكانيات للمنتخب المغربي. العمل متاع الفريق الوطني يتم بشكل احترافي متميز، لكنش هناك ولو يعني أدنى مشكلة يمكن أن نتخيله في محيط الفريق الوطني، من الصعب أننا يعني نحافظ على هذا التوازن، خاصة من اللي تتكون المدد والمدة نتاع العمل تطول. اليوم أكثر احنا في شهر منذ بداية التجمع الفريق الوطني، الحمد لله الظروف نتاعو تزداد تحسنا يوما بعد يوم. أعتقد بأن هذه المعطيات والالتحام نتاع الجماهير المغربية وراء الفريق الوطني والتشجيع نتاعها المستمر للفريق الوطني والحضور نتاعها المتميز في القاهرة، ثم أن هناك الظروف الحمد لله تمر تتابعون الفريق الوطني لا في الإقامة لا في التدريب ولا في إجراء المباراة الرسمية، الفريق الوطني كان في ظروف حسنة. أعتقد بأنها كلها معطيات يعني موضوعية وذاتية تجعل الفريق الوطني أنه يمشي في مسار متميز لهذه البطولة، قلتها قبل بدايتها وحتى في أصعب الظروف، ولكن أؤكد مرة أخرى بأن الفريق الوطني له من الإمكانات ما سيجعله إن شاء الله في الطريق الصحيح حتى يوم 19 يوليو. وسيبحث الأسود على تحقيق نتيجة إيجابية غدا أمام جنوب إفريقيا لضمان صدارة مجموعته بعد تغلبه في الجولتين الأولتين أمام كل من ناميبيا والكوت ديفوار بهدف دون رد، وأيضا من أجل الرفع من معنويات اللاعبين قبل دور الثمن النهائي. أيوه.